بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي، أنا في مكان للأسف معرفش النت هتكمل ولا مش هتكمل، لأن أنا خارج مصر دلوقتي. الموضوع اللي كنت نفسي أكلمكم فيه، إحنا قلنا بمناسبة وفاة هيثم الفنان الشاب، لكن هي القصة مش علاقة ملهاش علاقة بهيثم كشخص، لكن لها علاقة اللي أصبح في الوقت الحالي شائع جدا جدا. أرجوكم يا جماعة، لو أي حد حس بآلام في منتصف الصدر هنا، الألم ده جايز يكون وجع، جايز يكون نقح، جايز يكون نار، جايز يكون حرقان، جايز يكون أي حاجة، فلازم لو الألم ده جه في منتصف الصدر وبعدين سمع للرقبة، سمع للكتف او سمع للدراعات، او الالم جه في فم المعده في تحت القفص الصدر على طول، ارجوكوا لو اي حد او زميله او جاره او قريبه او والده او اخوه او اي حد جاله الم زي ده، ارجوكوا يطلع جري على المستشفى، يطلع على اقرب دكتور قلب يعمل رسم قلب. جايز رسم القلب يبين حاجه وجايز ما يبينش. لو الدكتور عمل رسم القلب وطمنك خلاص يبقى كان بها، لو ما طمنكش يبقى لازم تدخل المستشفى. فرضنا جدلا ان الالم ده جه ومعاه نهجان او معاه عرق او معاه غثيان او معاه رغبه في القيء، والالم ده مضايقك قوي، والدكتور قال لك رسم القلب بتاعك طبيعي، ده مش معناه ان الامور بقت سهله. اقعد على باب استقبال المستشفى 5-6 ساعات، ولو جالك الوجع تاني ارجع على طول للدكتور قول له الوجع رجع لي تاني. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ازمات القلب يا جماعه بتموت، ازمات القلب بتيجي للشباب وبتيجي للكبار وبتيجي للصغار وبتيجي لكل الاعمار دلوقتي يا جماعه. فأرجوكوا اهتموا جدا جدا بأعراض القلب دي. أنا مش كلامي ده معناه إن أنا عندي معلومات عن وفاة أو سبب وفاة الشاب هيثم، لكن أنا بقولها كمعلومة عامة يجب على الجميع فهمها ومعرفتها واتخاذ الاحتياطات منها. لو سمحت، لو جالك وجع في صدرك أو جالك وجع في فم المعدة أو جالك وجع في ظهرك أو كتافك وانت قاعد ما بتعملش حاجة، لو استمر الألم ده أو راح شوية وتكرر تاني، أرجوك روح لأقرب مستشفى أو أقرب دكتور قلب على طول. ما تستهترش، لأن دي هي أزمات القلب. طب لو قلنا الشباب بقى وعاوزين نحضر ولادنا وحبايبنا، مستقبلنا ومستقبل بلدنا ومستقبل أوطاننا ومستقبلنا، أخد بالي من إيه تاني يا جماعة؟ الله يخليكم بطلوا سجاير، دي حاجة مهمة جدا. الأدوية تاني حاجة. الأدوية يعني إيه؟ يعني أجي مرة أجرب دواء من النت، ودواء النت اللي مشهور دلوقتي السموم كلها، الحاجات دي بتخسس، دي بتخليك تنقص الوزن، دي ما اعرفش بتعمل ايه. ارجوكم ابتعدوا عن الكلام الفارغ ده يا جماعه، دي كلها كيماويات بتلعب على المخ وبتلعب على الدوره، ده كويس للفتنس وبيزود العضلات وبيقوي العضلات، مش حكايه ان الادويه دي بتزود العضلات ومش بتزود العضلات والكلام الفارغ ده. الحاجات دي بتخسس وبتقلل الوزن، الحاجات دي الله يخليكوا. الادويه تجربه، كارثه كبيره جدا جدا. خد بقى القرص ده هيصححك ويسهل لك ويخليك ذكر وتسهر 24 ساعه تشتغل وما كل الكيماويات اللي بتدخل في حياتنا دي يا جماعه بتدمر صحتنا. ارجوكوا خدوا بالكم من الحاجات دي. يبقى لو جالك الم في صدرك، في بطنك، في ظهرك، في كتافك، في رقبتك، خنقه، حر، نار، صهد، وجع، تقل، حجر، اي حاجه، اطلع على الدكتور على طول وما تستهترش. الله يخليك، لان جايز تكون دي هي مقدمه ازمه القلب اللي ممكن تكون القاضيه. بنقول ازمه القلب لايه؟ لأن الحياة لا تنتهي والموت لا يأتي إلا إذا توقف القلب. يبقى توقف القلب يعني نهاية الحياة، يعني الوفاة. يبقى لما الواحد مات يعني قلبه وقف. إيه اللي وقف القلب بقى؟ اللي وقف القلب هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، أزمات القلبية خطيرة جدا، بتعمل اضطراب في نظم القلب توقفه. الأدوية والكيماويات مهمة جدا، السجاير والتدخين مهمة خالص، المخدرات، أنواع، كل أنواع المخدرات. جرب السجارة دي قلبك هيقف فيها، جرب البتاع ده مرة واحدة قرص واحد،
فأرجوك وخدوا بالكم يا جماعة من الحاجات دي، وبلاش السيطرة الله يخليكم، وألف سلامة على حضراتكم جميعا إن شاء الله. لو في أي حد له أي تساؤل الصفحة موجودة وحضراتكم اسألوني وأنا هجاوبكم على أي سؤال تحبوه، وأطيب تمنياتي لكم جميعا بالصحة والسعادة والهناء وتحياتي. أنا كنت في مؤتمر في أنا ما زلت في مؤتمر خارج مصر، كنت نفسي أكلمكم عن المؤتمر والأزمات القلبية والشرايين، لكن إن شاء الله يقبلنا لقاء موسع وطويل في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، وأقول لكم على الجديد اللي احنا ناقشناه مع علماء العالم كله في إزاي تفتح الشريان القلب اللي مقفول واللي بقاله فترة، بحيث إنك أنت تقدر في أحوال كتيرة للحالات، لأن القلب مفتوح علاج، وعلاج مهم وعلاج أساسي، لكن في بعض الحالات بتحتاج أنك أنت تلجأ للجراحة. في بعض الحالات دلوقتي والتقدم التكنولوجي الحاصل ممكن تنهي تعالج المريض بدون ما تعمل جراح قلب مفتوح، وتعمل دعامات وليها طريقة معينة ولها نظام معين، وكل يوم العلم بيتقدم إن شاء الله. خلص تحياتي لكم جميعا بالصحة والسعادة، وأطيب تمنياتي كل ما أروح مكان في الدنيا، كل ما أسافر أي حتة في الدنيا أتصور إن أنا رايح منطقة فيها جمال ملقاش أجمل. ربنا يديم علينا بلدنا، ربنا يديم علينا الأمن والأمان فيها، ربنا يديم علينا السلام والسلامة فيها، ربنا يحفظ مصر وأهل مصر جميعا. تحياتي وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.